يا هلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم دراما. مثل ما عودناكم ضيوف حلقتنا تكون ضيوف مميزين لهم بصمتهم في عالم الدراما، وضيف حلقتنا لليوم ضيفه خلينا نقول نجمه خليجيه متالقه، ابدعت في كثير من الاعمال الخليجيه وابدعت بالتحديد ايضا في المسلسلات السعوديه. شاركت في العمل الشهير واللي كان له نسبه متابعه كبيره طاش ما طاش، وايضا الاصيله مجاذيف الامل واوراق سجينه وغيره من الاعمال. ما شاء الله عليها قدرت تتنوع ما بين الاعمال المراه الكبيره في السن، وابدعت ايضا بالاعمال او ببعض المشاهد اللي فيها البنت الصغيره، فابدعت بجميع الادوار. خلينا نرحب احنا وياكم اعزائي المشاهدين بزهره الخليج الفنانه زهره عرفات. يا هلا ومرحبا. اهلا وسهلا فيك، مشكوره على المقدمه الجميله. ما عدا ان انا اقدم دور بنت صغيره، لا كان في العشرينات يعني خلاص يعني عمري عمري واكبر. طبعا بداية احنا نرحب فيك بين اهلك وناسك في المملكة العربية السعودية. هذه كانت بالنسبة لنا مرة فرصة جميلة ان نستضيفك هنا في بيتك، بيت التلفزيون السعودي. حبيبتي معروف كل الدنيا ان اكبر جمهور للدراما والسينما والمسرح هو الجمهور السعودي. واللي يبي يكسب الناس يكسب الجمهور السعودي. يا سلام. واللي يبي يخسر يتحرش بالجمهور السعودي. لا هم اكيد يحبونك بجميع حالاتك، وغير عن كذا انه ما شاء الله لك اعمالك الكثيره. بما انه احنا اخذناها فرصه كانت جدا رائعه، وبما انه كانت اول ظهور لزهره، مع انه التلفزيون زعلان عليها انه ما كان لها ظهور كثير عندنا في برامجها، الا انه كان لك اعمال سعوديه مميزه ولها بصمتها والى الوقت الحالي باقيه في ذاكره المشاهد. نبغى نتكلم بدايه عن مسلسل منا وفينا، ايش رايك نتكلم فيها بما انه قدرنا نسرقك منهم اليوم وتنوري شاشه التلفزيون السعودي؟ طبعا كنت ماخذه قرار ان السنه ما اطلع في اي عمل الا اذا كان مناسبني او يقدمني بشكل جديد. وكنت مصره بعد ما رفضت كل الاعمال المسلسلات الكامله اللي هي 30 حلقه، كنت ارفض كل الحلقات المتصله والمنفصله وكل انواع الاعمال اللي قدمت لي. لما كلموني جديرة للتلفزيون السعودي أنا رفضت في البداية من غير ما أقرأ، فقالوا لي أقرأي. قلت لهم أنا رفضت أعمال كبيرة، فليش أروح أضيع وقتي في حلقتين ثلاث في حلقات منفصلة يمكن ما تقدمني بالشكل اللي أنا أطمح له. قالوا لي أقرأي وأصروا. قريت أول حلقة كانت أبغض الحلال، حبيت الدريشة العدل، شفت انها بتقدمني انا بشكل مختلف عن اللي قدمته في السنوات الاخيره اللي هي كلها بتشي ونواح وحزن. في طبعا في عندي حلقه اسمها نقل ودين حزينه شوي، بس تهم قضيه المراه في السعوديه، ما بقول شنو، بتشوفوني ان شاء الله في رمضان. حبيت القصص، يعني احنا مو مقدمينها بطريقه مثلا كوميديه، او هي اجتماعيه بدم خفيف بطريقه بسيطه. فقلت خلي اجرب، يعني انا قدمت هالنوع، قدمت طاش ما طاش من قبل وقدمت هالنوع من الدراما، بس لانه ابتعدت عنه فتره طويله فقلت خلي اجرب نفسي في هالكم حلقه. اذا الناس تقبلوني في هالنوع من المسلسلات ان شاء الله الجاي بعد رمضان بيكون هالنوع. من اخراج مين؟ اخراج اسد فولاكارد من لبنان. الكتاب طبعا مجموعه من الكتاب ومنهم طبعا عبد الله السدحان. النجوم عبد الله السدحان، فهد الحيان، عبد المحسن نمر، محمد العيسى، ليلى السلمان، مجموعه كبيره من الفنانين من الخليج، وفي تصوير بيصير في السعوديه وبرا السعوديه. فعمل ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ياخذ صدى حلو، خصوصا على التلفزيون السعودي. اكيد. في نقطة يمكن مرة مهمة أنت ذكرتيها، أنه وجود عبد الله السدحان، وأنت اشتغلتي في عمل في طاش ما طاش كان وجود عبد الله وناصر. هل حسيتي أنه فعلا في شيء اختلف عليك، وأنه وجود يعني عدم وجود ناصر تحسي أنه فعلا أثر عليك بالعمل، أو حسيتي أنه في اختلاف؟ لا شوفي، الافتراق في فترة ما صحي. يعني الا ما بيجتمعوا، وبتتذكرين يوم الايام بيجتمعوا في عمل، اذا مو السنه الجايه اللي بعدها، اذا مو بعدها، اذا الله اعطانا عمر عقب 10 سنوات حيجتمعوا. بس الافتراق صحي حاليا علشان يقدموا شيء جديد، كل واحد يكتشف نفسه بصوره مختلفه مع ناس مختلفين مع جروب مختلف. فهالموضوع في الفن
أنا أشوفه صحي. الجروبات لازم تنفصل، ترجع إذا شافت مصلحتها في الانفصال تكمل. ما في ثنائي في الدراما افترقوا إلا اجتمعوا. كل واحد بدأ يطلع المواهب اللي عنده، يمكن يكون وجودهم مع بعض يمكن ما تفيد أكثر من أنه كل واحد مختلف عن الثاني. تكلمنا عن طاش مطاش، نبغى نتكلم عن تجربتك بطاش مطاش. كان لك حضور جدا رائع ومميز، يمكن في أدوار كانت تضحك، خاصة يمكن بالتحديد يوم لحقتيهم المصر وراهم 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 وراهم. لا شوفي، السنة اللي اشتغلت فيها هي كانت وراهم وراهم وتوت بيروت وداعس والعرجة. الثلاث حلقات هذيلة في منهم اللي هي داعس كانت جزئين، فكانوا أربع حلقات. بالمقابل وقتها أو سنتها ما اشتغلت أي عمل رمضاني. مجرد نزلوا هالحلقات كأني مشتغلة 30 حلقة في رمضان. فقدموا صدى، ولحد الآن كل ما ينعرضون يأخذون صدى كثير حلو. فعلشان كذي أنا أقول يا أقدم شيء مستوى بالحلقات المنفصلة أو ما أقدم. بس وجود يعني يمكن طاش هو اللي أنا حابة أنك أنت كنتي موجودة فيه، تتوقعي أنه فعلا في مثلا مسلسلات تنافس طاش مطاش؟ يعني تخلي الواحد ينسى شوي طاش مطاش؟ موضوع المنافسة هذا يستفزني بصراحة، بين الممثلات في الشكل في المسلسلات. لا تقارنون شيء بشيء. طاش ما طاش له خصوصيته، شنو ما سووا الاعمال. حتى حاليا السدحان بيشتغلوا بروحه، القصبي بيشتغلوا بروحه، لا ينافس ولا يقارن مع طاش ما طاش. احس كل عمل له ميزته، كل فنان له ميزته. لا تقارن فلان وفلان او عمل بعمل، بيكون لان الشيء ظالم. نافس يعني تكلم عن منافسه طاش ما طاش بطاش مطاش جديد. الفنانة زهرة عرفات في عمل يقدم زهرة عرفات بشكل جديد، لأن أحس أي منافسة أي مقارنة بتكون ظالمة لطرف من الأطراف، ويمكن للعمل كله تكون ظالمة لهم. يعني الفن، وجود الفنانين وكل يعني التعب اللي هم تعبوا فيه في مقارنة، ويمكن هذا الشيء اللي يخلي مثلا الحين والسنة بتصير مقارنة وبتكون ظالمة لحد من الأطراف فعلا. وهذه الكلمة اللي دائما يقولوها، أنه يا هل ترى مين اللي حيكون هذا في لو في قناة معينة وهذا بقناة معينة؟ لا، على حسب المتابعة. شنو مشكلتنا؟ أمس قاعدة أفكر فيها، مشكلتنا بكاء الأطلال. قدمنا عمل جميل نفتخر فيه، فنانين رحلوا نفتخر فيهم، لا نظل طول عمرنا نقارن الفنانين الجداد بفنانين الجيل الأول. لأن المقارنة مثل ما قلت لك بتكون ظالمة وبتظلم منه الجيل الجديد. خلنا نحترم أعمال قديمة، فنانين الأوائل، نجومنا نحترمهم، بس لا نقارنهم بالأعمال. المجتمع مختلف، القضايا مختلفة، الطرح مختلف، كل شيء مختلف، فما في مقارنة. كل شيء له مكانه، اللي راح موجود لحد الآن له مكانته، نفتخر فيه ونشاهده ونستمتع، بس لا نقارنه بالأعمال الجديدة. حرام. بس زهرة يبقى دائما الأصيل أصيل، ونطلع نشوف مشهد المسلسل الأصيل. نطلع نشوف أعزائي المشاهدين، نطلع احنا وياكم نشوف مشهد المسلسل الأصيل ونرجع لكم. هاي رحوبة، هاي على أحلى أخت في الدنيا. I'm so happy today. أبي أقول لك شغلة مهمة وايد، بس بروح أبدل ملابسي وياي أقول لك ليش. أوكي باي. أبي. Yes. لو سمحتي قاعدي أبيك. أوكي. قولي لي بصراحة، شو اللي تخططون له أنت وناصر؟ إيش قصدك؟ أنت عارفة قصدي عدل. شو تخططون حق يوسف؟ أي خطة اللي قاعدة تتكلمين عنها؟ توني سمعت أمي وناصر يتحجون عن الخطة وأنت طرف فيها. أنت سمعتيهم؟ للأسف سمعتهم، ما حد قال لي. مستحيل. تخططون وتتآمرون على أخوكم؟ مو عيب؟ أنا حذرت ناصر من هالخطة وهو شالها من باله من زمان. أنا مالي شغل، أنا برا الموضوع. يعني أنت تمثلين شخصيتين،
شخصية الأخت الحبوبة وشخصية الأخت الملعونة، وأنا على نياتي. صدقيني ريحان، أنا مشاعري تجاه يوسف صادقة من يوم شفته وهو ينقذ طلال، وأنا أحبه مثلك ويمكن أكثر. ما ظنتي أقدر أجرح أخوي أو أؤذيه؟ أنا مصدقتك يا عبير، بس ناصر ليش ما يوزع هالسوالف وهالخطط؟ لو يوسف يدري إن إخواني تآمرون عليه كان تمنى إنه يكون ميت ولا يسمع كذي. زين شو نسوي الحين؟ لا تقلبين المواجع يا اختي، انا راح اتكلم معاه، بس ارجوك لا تقولين حق يوسف لانه ما يتحمل، وانا بخلي ناصر يوز عن خطته هذه ويوز عن يوسف. انا اللي بوقفه عند حده لان السالفه مسخت. لا، ما نبيها تمسخ زياده، ومثل ما قلت لك لا تقولين حق يوسف شيء لا تزيد المشاكل، وانا اللي بكلم ناصر. قولي له انا مستعده اتنازل عن مالي وحلالي، وإذا يبي زود أنا مستعدة، بس ما يجيس الشعرة من أخوي يوسف. ذبح عمره ومضيع وقته على دنيا زايلة ما فيها خير، ما سأل نفسه ايش سوى حق آخرته، كل همه يجمع ويجمع ويجمع، بيمشي وبيخلي كل شيء حق الورث. يا هلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ويا هلا ومرحبا بزهرتنا لليوم اللي منورتنا. طبعا ما شاء الله عليك، كان لك اعمال زي ما ذكرنا في السابق انه كان لك اعمال دراميه سعوديه كوميديه وتراجيديه، بس خلينا نتكلم بدايه بشكل عام وبكل صراحه، ومعروف عن زهره انه هي عندها الصراحه يمكن احلى حاجه اللي تميزها. فزهره نبغى نتكلم بصراحه براي زهره بالدراما السعوديه. طبعا معروف ان الدراما في الخليج موجوده في الكويت. في فتره من الفترات قلنا الدراما السعوديه بتنافس كل الدراما الخليجيه. جمهورها اكبر، انتاجها اقوى، داخله بقوه. بس في الفتره الاخيره تراجع الانتاج، مش المستوى، انا اتكلم عن الانتاج. يعني انا توقعت ان تكسح حتى الدراما العربيه. بس شنو السبب لحد الان ما ادري، تراجع الانتاج مش المستوى. طيب انت برايك مثلا هل فعلا في عمل سعودي شدك من السنوات الاخيره؟ خلينا نقول 14 15 ولا الاعمال اللي انت شاركتي فيها، لا نقول الاعمال السعوديه، خلينا نقول في رمضان السابق او اللي قبله، تحس انه فعلا في عمل سعودي لفت انتباهك؟ شو انا لاحظت عشان اكون واضحه، في الفتره الاخيره اللي هو شباب الانستغرام واليوتيوب طلعوا بصورة مختلفة، بيقدموا قضايا بطابع كوميدي أو بطابع ثقافي مختلف. يعني أنا من البرامج اللي كنت أشوفها في رمضان وأحرص عليها قبل صلاة المغرب هي البرامج اللي يقدمونها الشباب، اللي هي صمتا، خواطر، في مواضيع البرامج والسكتشات الصغيرة هذه هم المتفوقين حاليا، وأعتقد لفترة طويلة بيتفوقون. أتمنى تمتد السكتشات هذه الصغيرة إلى حلقات. فأنا حبيت هالنوع من اللي يقدمونه. يمكن لأنهم هم قاعدين يواكبوا الحدث اللي هم فيه أو الزمان والعصر اللي هم فيه، وبينتقدوا بشكل كوميدي وبطريقتهم، هم يعبرون عن أنفسهم بطريقتهم. طيب إيش رأيك بالممثل المنتج؟ يعني ممثل ترك التمثيل وجاء قال لك انا بصير منتج، يمكن لانه المنتجين ظالميني، فانت ايش رايك بالفكره هذه؟ لا شوفي، يعني انا ما اقدر احكم على المنتج هو ليش دخل الانتاج. ممكن انه وصل لمستوى ان اسمه يعني يخوله انه ينتج، فبيقدم الفكر اللي هو يبي يقدمه وبيكسب المردود اللي هو بيكسبه. وفي ناس مثل ما تفضلتي انه مو محصلين فرصتهم او المنتجين ما يطلبونهم، ليش انا بفلوسي اقدم نفسي بالصوره الصح؟ يعني في اسباب كثيره. انا عن نفسي ما احب اشتغل مع الممثله المنتجه. يمكن لانه الانثى ما تحب تشتغل مع الانثى؟ لان في النهايه يعني انا مو ذكر اسماء، في النهايه هي منتجه تبي تبروز نفسها على حساب غيرها.
يعني يمكن كلامي شوي قاسي بس هذا اللي يصير. والمنتج نفس الشيء، المنتج الذكي اللي ينتج ويحط نفسه في المكان الصح. أنا يعجبني مرات باسم عبد الأمير لما ينتج ويجيب الأبطال في مكانهم الصح وياخذ أهو مكان المناسب له، مع أنه ساعات يتحمس بس ياخذ مكان الصح. هذا الإنتاج الصح، لما تكون ممثل لازم تحط نفسك في المكان الصح، إلا إذا أنت داخل عشان تنتج وتبروز اسمك أكثر وتكتب مثلا زهرة عرفات في المنتجين الثانيين ما بيحطون زهرة عرفات في إذا أنت ما تستحق أن تكون فلان في فعلا. وفي ناس أنتجوا وبروزوا نفسهم وما وصلوا الناس. يمكن سبحان الله راح نتكلم عن النقصة هذه، إنه الممثل مهما يخفي من ملامحه الداخلية الكاميرا تطلع، يعني نقدر نقول إنه الشاشة هذه تطلع كل اللي بداخله من أي شيء، تصرف بغرور، محبة، مع أنهم بعض الحين يمكن تكون ممثلة بارعة. لا للأسف للأسف الكاميرا تخدع. في ناس كثير مبينين على الشاشة إنهم قسات ألطف ما يكون، في ممثلين مبينين إنهم لطيفين لطيفين وهم أبعد ما يكون. في ناس تشوفينهم إنه شو هالإنسان التافه. أنا كممثلة كنت أشوف بذكر لك حتى مثاله بالاسم سمعتهم برا الناس مو صح، لما تشتغلين معاهم تلاقينهم ناس محترمين سجادة معاهم ومش رياء. أنا أفرق بين الرياء والصلاة قرآن دعاء، تلاقينا قبل لا يدخل المسرح يقرأ يكون مصلي وقاري قرآن وفي دعاء برا الخشبة، ومن الناس اللي يقرون ولاحظوا في التحية داود حسين. مش على الشايع من الناس اللي أنا قلت شو بيقدم على الشاشة؟ شيء اللي بيقدمه، بس في ناس فاهمين لعبة الإعلام فيقدم نفسه بالطريقة اللي الناس تبيها والمعلنين يبونها، بس هو برا إنسان مختلف. مش على الشايع إنسان جدا مثقف جدا متدين. وأقول لك أنا أفرق بين الرياء، لأن أنت بتراقبين في المسرح بتشتغلين شهور فتلاقين هالإنسان تشوفينه من غير ما هو يدري هل يصلي، هل هو لما يقرأ القرآن هذا رياء ولا لا. الشاشة خداعة. في ناس أنا يستفزوني لأن الناس يحبونهم بطريقة خيالية فعلا، وهم في الواقع عكس تماما. لو الناس دخلوا حياتهم أعتقد لو شافوهم على الشاشة بيسكروا الشاشة فعلا. بس هذا يعني الواقع شيء واللي يطلع على الشاشة شيء ثاني. يعني نقدر نقول عنهم ممثلين بارعين فعلا في الحياة، وزي ما ذكرتي فعلا أنه في أشخاص أو في فنانين بعض الأحيان تتابعيهم من خلف الشاشة هذه تقول يا الله أنا ودي ألتقي فيه، أنا أحب حب جنوني. ولما تلتقين فيه تتحسفين وتقولين يا ريت ما التقيت فيه وخليت الصورة اللي في بالي هي اللي فعلا فعلا هذا الشيء صحيح. وفي ناس بالعكس شنو هالغرور، شنو هالفنان، بتشوفه يمكن في الشارع تقول شنو هالفنان المغرور، بس لما تلتقي وتتكلم وياه بتشوفه إنسان ثاني وطبيعي ومتواضع. فلا تغركم الصورة اللي برا. إنستغرام خداع، بيطلعوا الصورة الجميلة لهم بس، وهم أنا أعرفهم كشكل وكمضمون غير اللي موجود. زهرة الواحد يستغرب بعض الأحيان أنه رغم الـ 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 يعني رغم الغرور اللي فيهم، ويمكن المشاهد ما كان يحس بالشيء هذا، إلا أنهم فعلا يقدر يوصل بالشيء هذا. أنا أبغى أتكلم عن الغرور إلى وين يودي الممثل والممثلة، بس قبلها راح نتابع ونشوف مسلسلة عائلة معجب العربية ونرجع. أعزائي المشاهدين نطلع نشوف هذا المشهد ونرجع لكم. ايش رايك؟ الله حلوه تهبل يا غنى، بصراحه فكره مجنونه. بصراحه اكثر رجولي تعبت من كثر الوقفه، وش الله حادك على هالاشغال الصعبه والمتعبه؟ لاني احب اكون متميزه واحب ابتكر في كل مناسبه شيء مختلف، وعلشان الناس ما يملون ويقولون ان اسلوبي في ترتيب الحفلات متشابه. يملون؟ الله يهديك يا غنى، عندنا الجدول مليان شهرين لقدام. الحمد لله هذا رزق هالعيال. أقول يا غنى
ليش ما تجيبين كم وحده تساعدنا؟ ترى انا ما عاد ملحقين على الشغل. ايه يا يمه، هاله صادجه، انتوا بالطريقه هذه بتحبون؟ انا فكرت في هالسالفه يمه، علشان كذي كلمت مدرسه الاقتصاد المنزلي علشان تشوف لنا وحده ولا تنتين من خريجات الاقتصاد المنزلي علشان يساعدونا. ايوه يا شيخه، خلينا نرتاح شويه، خلينا نشوف انفسنا، ترانا تعبنا من كثر الشغل، حتى العزايم نسينا لونها وشكلها. لا كثر منها، هذا واحنا نطامر من عزيمه لعزيمه عشان نجهزها ونرتبها. نجهزها ونرتبها، مو ننعزم فيها ونرتز مثل خلق الله. خلاص يا يمه يا هاله، باكر في عزومه معجب تعالي وارتزي وبردي على قلبك. الله لا يعوقني من شر. هي بكره يمه؟ ايه يمه بكره. انزين والعيال وين بنخليهم؟ خليهم مع مربيتهم، هم ماخذين عليها وهي تعرف لهم، بعدين البيت مو بعيد. لا لا ما يطوعني قلبي، هذي الامانه في رقبتي. يا يمه اطمني، ام عجب قالت واصرت ان احنا نجيبهم. لا يمه عيب، شلون اودي هالصغار مثل هالعزيمه؟ هي يمه بيقعدون مع مربيتهم ومع بنت سلوى، وبيقعدون في حجره داخليه بعيدين عن المعازيم. متاكده يمه؟ اي يمه، هذا كلام ام عجب. خلاص يا غنى خلاص، لا تعقدين المسائل. خلاص انا كذي ارتحت. انا ما ادري وش مصبرني على بنتك. لانك تحبيني وتموتين فيني. بالحيل. يا هلا ومرحبا يا هلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ويا هلا ومرحبا بزهرتنا اليوم. زهرتنا من كثر ما انا مبسوطه بوجودك معنا صرنا نتلعثم بالكلام. زهره، كنا قاعدين نتكلم عن نقطه مهمه، هي الغرور. الغرور اللي يمكن يقتل الانسان ويقتل، فما بالك انه نجم كبير ويكون في عنده نسبه غرور كبيره. انا ابغاكي توصفي لي الانسانه هذه، الممثل او الممثله، اذا كانت تتصف بهالميزه اللي يمكن ما حد يحبها، الغرور. أنا لاحظت أن الجمهور إذا أنت طلعتي وأنت منفسة ومكياج وماخذة البوز ينفرون منك. كل ما كنت طبيعية بيحبونك أكثر، جميلة مو جميلة بيحبونك أكثر. بس مرات أفكر لأن في فنانين جدا مغرورين، وإحنا نقول الغرور مقبرة الفنان بس ما صارت مقبرتهم. أفكر هل الغرور مرات يفيد؟ هل مرات يعطيه برستيج؟ يمكن من الضغوط، في بعضهم يقول لك انا من الضغوط اللي قاعده اخذها من الناس يمكن ينتابني شويه بعد فهم ياخذونها غرور. لا شو الانسان الطبيعي، الانسان الطبيعي انت ما يدخل مع الناس على طول. انا من الناس اللي ما استوعب الشهره، يعني احاول اكون جدا لطيفه بس ما استوعب هنا. طب هالرجال ليش يكلمني؟ يمكن مؤخرا شوي استوعبتها، اول كان يسلم علي اوكي بس يطولها شوي، ممكن اقول كلام مو لطيف يعني يزعجه. بس يمكن طبعا في ناس، يعني في حادثه امس انا قريت عنها، فنانه عربيه بسبب الغرور امس خسرت جمهور كبير 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 لانه راح يسلم عليها ويصور معاها وهي رفضت. اكيد شنو ما تغير، تغيرت المقاييس وشفنا شيء يناقض الصح في النهاية صدقيني ما يصح إلا الصحيح. الغرور مقبرة الفنان، إذن الغرور مقبرة الفنان، ولو خدمه في فترة ولو سوى برستيج في فترة بيطيحه. فأنا ما يعني يخليني شوي يربكني التناقض، بس لما أطول بالي شوي أحصل إجابة. أنا أربكني التناقض في فترة من الفترات إن الجمهور شنو يبي؟ ينتقد فنان ويصفق له، لأن ما في فنان يرتفع اسمه وأسهمه من غير الجمهور. فشلون هالفنان غلط؟ شلون يوصل؟ بس لما تطول بالك شوي تشوف هالفنان يطيح، لأن في النهاية ما يصح إلا صحيح. ويمكن بعض الممثلات زهرة في الانستغرام أو زي كذا تحاول إنها تقرب من جمهورها بطريقة إنه أنا الإنسان العفوية. يمكن تتصنع بعض الأحيان إنه أنا قاعدة أسوي الحركات. كل الأحيان مو بعض الأحيان. ويمكن شاهدتيها في بعض الفنانات والفنانين. لأن أنا عايشتها. طب زهرة أنت ما تعصبي منهم مرة تقولي لها يعني خفي شوي علينا خليك طبيعية؟ ما عندك الجرأة هذه؟ لا
في فرق بين الجرأة والوقاحة. أنا عندي الجرأة إني أنا أرد على أي سؤال بس أو أي تعليق أو أي فيديو أو أي واحد، بس في آداب. أنا مرات أشوف شيء وأقول التعليق داخلي، مو لازم أكتبه، لأنه مو كل شيء ينقال ومو كل شيء ينكتب. لازم يكون في حد فاصل. أنت ممكن تشوف شيء وتعلق فيه بينك وبين نفسك، بينك وبين ربعك أو أصحابك، بس مو شرط تكتب. لأن مرات لما تكتب أنت ما قاعد تنزل من مكانة الفنان هذا، قاعد تنزل من مكانتك أنت فعلا. شنو فرد العضلات؟ شنو بتستفيد أنت إذا كتبت كلمة سيئة أو سلبية؟ أنا حتى في المسرح لما أروح لزملائي وأشوف العرض يستحق الثناء والتقدير، أطلع على خشبة المسرح وأقول لهم كلام. إذا شفت أنه ما يستحق بكل هدوء أنسحب، ما أجامل. بس ما أقول لك كلمة سلبية، لأن أكيد البني آدم أي إنسان عنده ضمير أكيد ويراجع أعماله ويراجع شنو سوى. أنا وغيري شنو ما سوينا أخطاء بنراجع نفسنا، وأكيد إحنا بنصلح، بنلاحظ حتى من وجوه الناس. مو ما في داعي للتعليق يعني يكسر شيء من داخل الإنسان، لا. طب كيف مثلا اذا كان عندك او قدموا لك عمل وكان في وجود شخصيه من هالشخصيات يمكن تتعامل معك بفوقيه، مع انه يمكن تكوني انت افضل منها، فكيف تتعاملي معها؟ تعتذري من العمل مهما كنت تحبي؟ من قال لك اشتغل مع واحده تتعامل معي بفوقيه وانا افضل منها؟ انت ما تعرفيني حاليا، انا ما اشتغل الا اذا انا مرتاحه مع الناس اللي مرتاحه منهم. ما اقول لهم شيلوا فلان، بس انا انسحب، لان انا عارفه ان قطع الارزاق هاي فيها شيء، او ان تكون موجوده في العمل بس ما تكون موجوده معي، ومو علشان شيء شخصي كمان، يعني شيء شخصي في حياتها. في ممثلات ياثرون علي في شغلي، يعني المشهد اللي باخذه في نص ساعه ساعه اخذه في 3-4 ساعات، فليش انا جايه مخليه اولادي مخليه وقتي علشان في وقت معين أقدم فيه شيء معين وأرجع لبيتي؟ ليش أضيع وقتي مع فنانة تدعي النجومية ما عندها أدنى موهبة وتدخل، يعني تخيلي أنت أستاذة مذيعة داخلة من غير محاضرة شغلك، أكيد بتلعثمين وبتعيدين والناس بيتأففون حواليك. هالنوعية ما عليه، في ناس قدراتهم لما تكوني متواضعة وعارفة قدر نفسك نشتغل معك، لكن أنت مو عارفة شغلك ومسوي روحك نجمة. ليش؟ طب اشتغلي على شغلك، خلي الناس يحترمونك وهم يقولون عنك نجمة. يعني فعلا صادفتك شخصية زي كذا تجد مثلا تقولك أنه هي رغم الأغلاط اللي فيها لكن تدعي أنه هي النجمة اللي لا حد يكلمها، وما تتقبل أي ملاحظة وما تتقبل أي نقد؟ طب أنت برأيك قاعد تطلع للجمهور بطريقة فعلا توصل للقلب؟ لأنه حنا نعرف أنت كفنانة، انت قبل لا تاخذي الدور اكيد انت قريتي وعشتي الجو هذا، يمكن طلعت زهره من شخصيه اللي هي وراحت للكاركتر او الشخصيه اللي هم اعطوها هي، فتحسي انه هي فعلا تقدر تمثل الدور او اي دور ينعطى لها وهي فيها شيء من الغرور او فيها شيء من التكبر او انها متعاليه في ويوصل للجمهور؟ لا شوفي، اذا هي موهوبه كممثله وفيها غرور هذا شيء ثاني، لان موهبتها كممثلة بتطغي على الغرور وبتبين للمشاهد شيء ثاني. لكن لما تجي وهي مغرورة ومو ممثلة، الناس أنا لاحظت، أنا بقرأ عن كل أحد، يعني لا يشوفوني أنا بصمت وما أعلق، أنا أي شيء ينكتب عني، أي شيء ينقال عني، أي شيء ينقال عن زميلاتي أشوف عشان أبي أفهم هل اللي أنا قاعدة أشوفه صح، يعني صح واصل للجمهور ولا بس إحنا نشوف الجمهور ما يوصل. لا، في فنانات بيتابعوا شكلهم بيتابعوا ستايلهم بس عارفين هذه مو ممثلة، هاي ثقيلة، هذه متصنعة. يعني الجمهور عارف من المتصنع ومن اللي يمثل بقلبه ومن اللي يعطيه صح ومن اللي يعطيه غلط، بس مرات الحماس ياخذهم يا انه مو متابعين الفنان هذا صح فيحكمون عليه من عمل واحد، او انه يعني الحماس مرات ياخذهم، بس بالعموم الجمهور واعي، عارفين من المتصنع، من اللي يعتمد على شكله بس، من اللي يقدم صح. وهذه النقطة اللي بسألك إياها، صاروا الجمهور يقول لك الفنانة الفلانية بدأت تطلع لنا بمفاتن تفتننا، يمكن تخلينا المفاتن هذه نتناسى شوي أدائها، هل هذا الشيء فعلا تحسي أنه يعني شيء واقع؟ شوف إحنا يمكن كفنانات، وأنا من الناس اللي يمكن في مهرجان أو في لقاء يكون اختياري خطأ لللبس، بس في الدراما
مو بس أنا المسؤولة. أنا مسؤولة عن نفسي، في مخرج، في منتج، في حواليك زملاء. المسلسل غير اللقاء، غير السينما، غير المسرح، غير المهرجان. هذا يعني أنت قاعدة تقدمين رسالة، حتى لو في حياتك أنت برا مختلفة، بس تقدمين الشخصية مثل ما هي. في ناس احنا كنا نقول لهم مثلا ان اللبس هذا اوفر، طبعا بينتقدونا الحين، تطلع في لقاء شيء واختيار غلط. الدراما مو مسموح انك تختارين غلط، مع انه زهره بعض الحين نلاقي واحده صاحيه من النوم حاطت لك فول ميك اب. يعني انا ما ادري هل الانتاج، يعني ما لاحظ الشيء هذا، مو الانتاج، في المنتجين واللي مسؤولين عن الشيء، المخرج مرات لحاله تكفي. لان في حالات مرات تكون الممثلة توها مقدمة مثلا مشهد عرس، ويجونها المخرج والإخراج، يلا يلا المشهد اللي بعده قاعدة من النوم، طب أعطوني أغير المكياج، ما في وقت. عشان نكون واضحين ولا نظلم كل الممثلات، ما عندنا وقت. فتضطر يا أن تحط بودرة يا أن، وأنا من الناس اللي صادتني هالأمور هذه، مرات يقولون مثلا بعض المشاهد عشان نكون واضحين، مرات ما يعطونا وقتنا عشان نصلح المكياج ونرجع للمكياج. بس أنا بقدر الإمكان في الدراما احط اللي اذا كان يستدعي. نفس في ناس انتقدوني على دور زينه في الواجهه، دور زينه هو المطلوب منه، واتفاقي مع المخرج بما انها شخصيتها مقهوره والحب اللي حبته وتزوجته تنازل، يعني تنازل عنها، وغير كذي عندها محل ازياء، فهي تداري كل هذا بالشكل والمكياج بحيث تطلع دائما باجمل صوره، هي من داخل مكسوره. هذا شيء ثاني، بس احنا نعاني من هالشيء، نعاني بعدين من الممثلات اللي 24 ساعه مكياج. لدرجه انا مره انا وزميله لي جينا نسوي بروفا لزميلتنا، المفروض هي مغمى عليها، فجيت فاقول لها امسكها، فمسكتها في البروفا شوفها كلها مكياج وتسريحه، فقلت لزميلتي طلبي لها الاسعاف، قالت ليش فيها؟ قلت لها ما ادري كلها مكياج. سويت للمخرج قال لي مو محمد، قال لي شيلي وجهها اصفر وشيلي، يعني الحق بعد على المخرج، هو المفروض يعطي الممثل وقته ويصر وقت نوم، راح يشيل رموشك وراح يشيل مكياجك، وبنعطيك وقت لو مش او انه يرتبون مشاهد، يرتبون المشاهد بحيث تخدم المكياج، تخدم الازياء، لأنه هذا الشيء مو بيضرب للمنتج بس والمخرج ويعني طاقم العمل ككل. طيب لا، تعرفين شنو يخدمون هم؟ أبي يزعلون مني، ما يخدمون لا ممثل ولا أداء ولا شيء، يخدمون إضاءة. احنا فرشنا الإضاءة هني. يعني الإضاءة أهم من الممثل؟ طبعا أكيد لا. لا، اللي صاير احنا فرشنا إضاءة، فبناخذ هذا المشهد. طب وأنا اسمي ومكانتي؟ طيب احنا جاهزين لهالمشهد؟ لا، صعب ان احنا نغير الاضاءه ونغير هاي، روحي انت غيري. يمكن هذا الشيء اللي يخلي يمكن الشغلات البسيطه زهره قاعده تخلي انه الدراما شوي تهتز وما تاخذ وضعها، ما ترجع زي ما كانت في السابق. يمكن في السابق كانوا عايشين بعفويه. نطلع احنا وياك نشوف مجاذيف الامل. احلى امل، احلى امل بوجودك اكيد. اعزائي المشاهدين، نطلع احنا وياكم نشوف مجاذيف الامل ونرجع لكم. ما شاء الله كل هذا اللي بروحي. من هالحسود اللي متصل الحين. الو، شلونكم يما؟ طيبين؟ الحمد لله يما. انت وينك فيه؟ انا في الرياض ويمكن اطول شوي. انزين يما، ارجع بسرعه، ولد عمك جديره ويسال عنك. شبي ذا؟ انا ما لي دخل في النخل ولا لي دخل في شيء، والاوراق عند منيره. انزين ومتى بترجع؟ بعدين اقول لك، في امان الله. الو، ايش في هذا؟ ايش فهمت منه انا الحين؟ كلمتين ثلاث وسكر. تعبت وياه يا اخوي، صار له اسبوع ما ادري عنه وين.
من راح الرياض على قولته وما اتصل ولا مرة واحدة. الله يخليك يا أخوي، شوف له شغلة مني ولا مني على دواره في السكة. يا أم بدر شلون أشوف له شغل؟ ده ولدك مغرور، شايف فروحه وبعدين لا خبرة ولا شهادة، لا وما تدرين بعد يبغى يصير مدير، شلون تركب؟ يقول عنده تجارة، يبي يسوي تجارة. أي تجارة يا أم بدر اللي تقولين عنها؟ التجارة شطارة، أنت بس حطي في عقلك ترى بدير قاعد يلعب فيش وقص عليك صدقيني. الو هلا يا مو بدر، انت وينك فيها الحين؟ شريت البضاعه باكر او عقب باكر انا عندكم. انزين وشنو هالبضاعه اللي جبتها ومن وين لك الفلوس؟ قول لهم هذه البدايه بس، شراكه مع رفيجي سعيد وهذه البدايه بس. انزين ما قلت لي وينك الحين؟ بكره انا عندكم ان شاء الله. بعد بكره بعد بكره. قصدي عقب باكر يمه. اي ما اقدر اتكلم معاكم الحين، خلاص يلا يما مع السلامه. سكر، ما قدرت اعرف منه متى بيجي، بس يقول جايب وياه بضاعه. والله يا ربي يرزقه، انا فرحان له يا مبدر، صدقيني فرحان له. يلا انا استاذن. وين بتروح؟ قاعد تغدى معانا، انا ومريره بروحنا. انا مشغول يا مبدر، المهم اذا جه بدر خلي يكلمني. يمكن احصل له شغل سواق باص مع هالشركات. زين سوي خير يا اخوي. حاضرين، ولا يهمك ولا يصير خاطرك. يا طيب يا اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ويا اهلا ومرحبا بزهرتنا لليوم. طبعا انا يوم قلت لك مجاذيف الامل قلت يو الامل، احس انك كانت بالنسبه لك يمكن المسلسل هذا شيء مميز. هذا العمل جزئين بس انا احب الجزء الاول اكثر. كان 17 حلقه الجزء واحنا اصغر مع عبد المحسن نمر واولادنا صغار، والجزء الثاني تقريبا بطوله الشباب هيفاء حسين وحبيب الحبيب والمجموعه هذه. كان جوه لطيف وخفيف ودمه أخف في الجزء الأولاني، والتعرفين هو الخضار والبيوت القديمة، وأنا أحب هالجو. أحس أن أنا مخديني من صورة من هالأعمال. يعني لو أقدم طول السنة هاي الأعمال هذه اللي هي الشعبية، البيت القديم مع البقر مع الغنم، أحب هالأجواء هذه. حتى يعني قلت لك أنه أتحدى أنه يمكن في أحد من الفنات إلا النجوم ما شاء الله عليهم اللي تقبل أنه يقدروا يحطوا لها بهالبلاوي على أساس أنها تطلع أكبر من عمرها. والله هاي اللاتكس كانوا كل يوم يحطونه، ولما يشيلونه لدرجة أن هالعمل تقريبا كان أكثر من 14 سنة يمكن أو 12 سنة. فبعدها قمت أعالج، طلعت لي تجاعيد اكثر تحت عيني. فالناس الله يسامحهم. تحسي نفسك انك ظلمتي ولد عبد المحسن في هذا المسلسل؟ الولد اي حرام، كنت اضربه صج لدرجه في فنان، يعني الفنيين كانوا عرب سوريا والاردن، فما كانوا يعرفوني. فاول ما هاي ما ادري من ضحك عليهم وقال لهم ترى ديروا بالكم هالممثله تضرب عصبيه وتضرب. فأذكر لما جت مشاهد أن أنا أضرب الولد عدنان بالعيس اسمه الصغير، كان يعور قلبي بس كان لازم نمثله كذي. فكرهوني في البداية وخافوا مني، بس بعدين لما عرفوني يعني ترى أنا إنسان متواضع. أكيد كانت يمكن كانت الأيام الحلوة اللي تجمعك مع النجوم كثيرة من الفنانين. طب في حاجة أو في نقطة يمكن نلاحظها مستغربينها من زهرة، يمكن زهرة مبدعة في الدراما السعودية والدراما الكويتية، بس وين زهرة من الدراما البحرينية؟ دائما يصادف أن العرض البحريني يكون أنا مرتبطة، وأنا صار لي فترة يعني جربت أن لما أرتبط بكذا عمل شو يصير فيني. فبالعكس يعني المخرجين أحمد المقلل قفاص علي العليم المخرجين متميزين وأنا أحب أشتغل معاهم في أي وقت. بس ما أدري النصيب ما صار. وبالنسبة للدراما السعودية عندكم لهجات والجاهل باللهجات ممكن على قولتكم يجيب العيد. يجيب نجدي على يخلطها على أهل الشرقية على كل عندكم لهجات. ف
احاول قدر الامكان حتى لما اقدم ان انا اقدم لهجه بيضاء ونحافظ على بعض المصطلحات اللي هي كذا مره بدل ما نقول كذي فلهجاتكم صعبه وحلوه عليكم. احنا لما نقدمها في ناس يفكرون احنا نطنز على اللهجه، احنا ما نطنز على اللهجه بس اللهجه اذا ما تطلع من اهلها ما تطلع حلوه. فعشان كذي انا كنت في الفتره الاخيره قدر الامكان ابتعد لان يعني كثر ما اجتهدت ما بتطلع عندي اللهجة مثل ما أهل السعودية يعني. بس ما شاء الله عليك رغم عنك إذا كنتي مبدعة. شكرا. طيب في نقطة مهمة خلينا نتكلم عنها، موضوع أنه في الفترة الأخيرة بدأنا نلاحظ أنه أو بمعنى أصح قبل لا نبدأ الحلقة قلتي أنه أنا قاعدة الأيام هذه يعني أستعد بتجهيز المسلسل، لكن قلتي أنه أنا بديت أتخوف. يعني معقولة زهرة اللي أبدعت من عام 94 إلى الوقت الحالي في عندها تخوف؟ هل أنك أنت تحسي أنه والله أنا كل اللي كل ما هو موجود في زهرة خلاص يعني طلعته، فعشان كذا أنا بديت أتخوف من الشيء هذا؟ لا لا لا، هو يعني أولاً ما في مجال للخطأ الحين لأن الخطأ غير مغفور. ما بيعدون لي، ما بيقولون توهم مبتدئة أساءت الاختيار. الجمهور أولا ما بيعدي لي. ثاني شيء أنا أحب أن أمشي 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 وشط. أمشي 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 وشط. حلو أنك تعود الناس على شيء وبعدين تغير. تعود الناس على شغلة وتغير، ما تمشي على خط. فكم سنة أنا ماشي على خط الحزن والبكي والجد، لدرجة أن الناس مفكر أنا شخصيتي مو كذي على فكرة. عشان كذي لما يشوفوني مثلا في برنامج زهرة الخليج أو يشوفوني على انستغرام يفكرون أستظرف. أنا ما أستظرف، أنا يعني على طبيعتي ما أحب النكد. كل إنسان نكدي سلبي وأصحابي عارفيني وصديقاتي أبتعد عنهم. ما أحب المشاكل، أحب الضحك، أحب أشوف أشياء تضحك، أحب أقول أشياء تضحك. بس الطابع اللي قدمته الناس اخذوا عنها الفكره فابي اغيرها. انت كنت يعني متقصده انك تاخذي الادوار اللي فيها ادوار حزينه، ولا كانت الادوار هي مقدمه لك بالطريقه هذه؟ لا لا، كان يقدم لي اكثر من نوعيه من الادوار. بس شفت انا بالنسبه للافضل المعروض علي عشان احترم نفسي واحترم شنو قاعده اقدم ان انا امشي على هالخط. فعلا الحمد لله اخذت لي خط والناس اقتنعوا باللي اقدمه. بس خلاص مو انا يعني انا قادره ان انا اقدم، قادره ان انا اقدم كذا مسلسل واخذ فلوسهم واقعد في بيتي. بس ما ابي الناس يملون مني. ما ابي الناس من يطلع على الشاشه انه يتشوق لشوفتها وادائها، اي انه بتقدم شيء جديد. مو يا الله قدم، لا ابي كل مره الناس خلينا نشوف زهره هالمره ايش بتقدم. مو يا الله نفس اللي قدمته الحين بتبكي الحين، لا هذا هدفي. يعني هالسنة نقدر نوعد المشاهدين بأنه زهرة حتطلع لنا بطريقة كوميدية. مو كوميدية يعني عشان لا يعني ما بقول بضحك الناس، بس شكل مختلف. يعني بس فيها شوي من اللطافة بعيد عن الحزن اللي يمكن اعتادوه شوي عليك. بالضبط طب خلينا نتكلم عن النقطة اللي هي بدنا نلاحظ أنه الفترة الأخيرة زي ما ذكرنا في السابق أنه الممثل صار منتج وصار كاتب وصار مخرج وصار يعني هو يمكن حتى الإضاءة والأشياء الثانية يمكن هو اللي استلمها. فزهرة ما فكرت أنه يكون لها مثلا عمل كتابتها إخراجها في الفترة الأخيرة؟ يعني في ناس أول ما رحت الكويت كانوا يحثون أن أنا أدرس في المعهد تمثيل وإخراج مثلا أي تخصص، بس أنه أدخل. فأنا ما اقتنعت بالموضوع هذا. كل الناس تحثني ان ادخل الانتاج. انا لحد الان مقتنعه بالخطوه بس مو وقتها حاليا. بس ما ادري ليش واحنا نصور طريق المعلمات ظهرت على بالي فكره وان شاء الله انفذها وان شاء الله اسعى لها. ابي ادرس اخراج. الخطوه الجايه حابه اخرج عمل. بس لازم يكون دراسه. ممتاز. لان انا عندي الخبره، عندي الفكر الصح. وسألت زميلاتي قلت لهم لو صرت مخرجة تشتغلون معي؟ ما جاملوني لأن أنا عرفتهم، لأن أنا أعطيهم ملاحظات والملاحظات ما بتكون للتفلسف وفرد العضلات، لا كنت أعطيها في مكانها. فشفت أن أنا أفهم الناس صح،
أوجه زميلاتي صح، ناقصني تكنيك الإخراج ولازم ما بجيب أنا مخرج منفذ أو مساعد مخرج شطار علشان يمشوني، لا لازم أنا أفهم تكنيك الإخراج وإن شاء الله ما أدخل خطوة إلا أكون دارستها. يعني نقدر نقول إن شاء الله نشوفك بعمل جديد ونبغاها حصن للتلفزيون السعودي. إخراج؟ يخلوني أخرج عمل؟ يمكن أكيد، بالعكس إن وجود يعني عنصر نسائي أكيد هذا شيء مرة يقدره، خاصة إذا كانت ما شاء الله عليها يعني. أتمنى والله أتمنى أتمنى، وصارت في بالي الشركة. يعني إن شاء الله تكون شركة إنتاج وتكون موجودة معنا هنا في السعودية. إن شاء الله إن شاء الله. وطبعاً أكيد ما هو بس في. تعرفين ليش؟ لأن القضايا حالياً كلها متجهة للمرأة. وما يفهم المرأة إلا المرأة شنو ما قدمها الرجل. فإذا أنا بقدم قضية تخص المرأة وفي السعودية إن شاء الله بكون حريصة إن أنا. بس أنا خوف يا زهرة يقول لك منتجة يعني مخرجة ومرأة ما نبيها. ليش؟ بالعكس. تذكري في البداية شفتي أنت في البداية إيش قلتي؟ قلتي بعض الأحيان إنه منتجة وسيدة ما يتقبلوها. لا بس أنا مخرجة بكون، ومن صالحي إن أطلع الكل بأفضل صورة وبصورة مختلفة، مو من صالحي إن أنا أجيب ممثلة مثلا أكرهها وأهمشها. كنت أمزح مع صديقاتي أقول لهم بجيبكم كلكم أبطال واتفقوا لي على واحدة تكرهونها وبجيبها وبهمشها بعطيها دور بطولة بعدين بخليها كومبارس. لا نمزح بس في النهاية إذا أنا صرت مخرجة من صالحي أن أطلع الكل بأجمل صورة وبدون انتقادات، مش بصدم الناس علشان أن أنا مخرجة. لا احس من كلامك انه يمكن اذا كان في عندك اي انتقاد في لوكيشن يمكن ياخذونها منك بطريقه جدا حلوه. يعني انت يمكن الشيء اللي ما يجبك تقوليه واضحه في كل الحالات يعني، وهذا احلى شيء. نطلع نشوف اوراق سجينه. نطلع نشوف اوراق سجينه. اعزائي المشاهدين نطلع وياكم نشوف اوراق سجينه ونرجع لكم. ايش قال سليمان؟ انا بتالي العمر سليمان يعطيني فلوس؟ ايش فيها يمه؟ احنا الحين اسكتي. سليمان انا ما احبه، تخبريني يوم يجي يخطبت طردته وزوجتك لحامد. ليت تعنستي كان ابرك من هالزيجه. خلاص يمه اللي صار صار. أخذ من سليمان فلوس؟ الله لا يسامحك يا حامد اللي وصلتنا هالمواصيل. يما أنا كلمت عدنان. وش بيسوي عدنان يما؟ حامد ورطان ورطان. حامد جرمه كبير. يما لا تخوفيني. حامد طماع وما يشبع. وأظن ولا أظن أنا متأكدة إن له يد في خطف الحر. يما اسكتي أنتي ما تعرفين شيء. حامد طماع مثل أبوه. أنا اللي أخطيت يوم تزوجت بوت وتركت ولدي منصور. أنتي بعد طالعة طماعة مثلهم، تموتين في الشيء اللي فيه تغيرس. يما لا تظلميني، وإن كان على فلوس سليمان هات تخذيهم ما بيهم. متى ترفضين الفلوس يا مزنة؟ يما لولا الحاجة ما مديت يدي لحد. حامد كان معه خير بس مد ايده على مال الشركة وحلال اليتيم. الطمع عمى عيونه، لو انه محتاج كان لقينا العذر. خذي خذي الفلوس، شوفي ولسه ايش يحتاج. اقساط المدارس تكسر الظهر، ايش تبيني اسوي يما؟ ايش فيها المدارس الحكومية؟ ببلاش والحمد لله وقريبة من البيت، ولا لازم سيارة خاصة ومدرسة خاصة؟ انزين وإذا كلمت عدنان عن حلالك؟ الله يا مسنا للحين تفكرين بحلالي؟
يا هلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، ويا هلا ومرحبا بضيفتنا. كنا قاعدين نتكلم عن نقطه مهمه، انه صارت الدراما عباره عن تجاره. ايش رايك بالمقوله هذه؟ تجاره واستعراض، لان في ناس داخلين تجاره وفي ناس داخلين يستعرضوا. من حق المنتج انه يربح، بس مو بهالطريقه. مو يعمدونك بثمان ملايين تصرف مليون او مليونين وتعطيه، بعد مو انت اللي تنتج، تعطيه احد من تحت وتجيب لك عمل مهلهل وتبي تكسب. تبي تكسب فعلا، اصرف المبلغ، اكسب منه شوي عشان تكسب القناه تعطيك مره ثانيه. هذا هو المكسب، مو مكسب اللي هي الضربه الواحده وبعدين تقعد في بيتكم. علشان كذي انا الكل يحثني على الانتاج، وانا اقول لا، لحد الان مو هذه الخطوه. المشكله انهم ما يفكروا فكره انه انا قاعد اقدم عمل اذا اعجب الجمهور حيطلبوني مره ومرتين وثلاثه. بالضبط، قدم عمل محترم، والمحترم مو معناته انه لازم يكون تثقيفي وممل، لا، اساسياته تقدم عمل محترم كفكر، تجيب فنانين. مش الحين صار يقولوا لك انه احنا نجيب الفنانين المبتدئين عشان نعطيهم فرصه للشباب؟ لا، صار انا بقول لك شيء، انا كنت ارشح فنانه مسرحيه كوميديانه فظيعه. اول سؤال يسالني المنتج، مو هل هي مثلا شاطره او حلوه؟ وين وصلنا؟ ترشحي مذيعه حلوه؟ يعني اول سؤال حلوه، يعني نسوا الاداء وفكروا في الجمال. نحيفة؟ إذا أنت مو نحيفة مو جميلة، يعني معناته مالك مكان في الإعلام. وهذا شيء خطأ، احنا نقدم كل المستويات. يعني شو اللي تسوقه للناس؟ شنو يعني شنو مضمون الجمال اللي تسوقه؟ الجمال شيء نسبي، فإذا أنت تفرض على العالم جمال معين اللي هو اللي موجود حاليا، شنو تسوق؟ علشان كذي ان شاء الله ان شاء الله، يعني اذا يوم من الايام انتجت، طبعا الكل ينظر والكل يقول انا وانا وانا، وبعدين ما تدرين، بس توازن بين الجمال اللي بتقدمه، الجمال المطلوب. تكون البنت الجميله اللي المطلوب منها انها تكون جميله، بس ما تجيب الكل جميلين ومو جميلين بعد، استغفر الله، على حساب العمل، على حساب التمثيل، على حساب الأداء، على حساب بتجيب شباب وسيمين وبنات جميلين. وبعدين وفعلا بدنا نلاحظها هذه، يمكن أكثر ما يلفتك القصة نفسها، يلفتك ملابسهم، مكياجهم، المظهر الخارجي للفنانات، البيوت، السيارات، الحديقة، نسينا القصة وبدنا نناظرهم. بس في ناس ما يوطون، ما يسمعون شي يقولون، بس قاعدين يطالعون. زهرة، نبغى نتكلم عن المسرح، وانا يمكن متاكده انه المسرح بالنسبه لك. صدقين حسيت نفسي اسفه تافهه وانا اتكلم في هالموضوع، يعني من كثر تفاهه الموضوع والناس كيف تفهوا الاعلام، فخلنا ننتقل لموضوع احسن. لانه يمكن هم نظرتهم خاطئه والناس مشت على هذا الطريق. نتكلم عن المسرح. طبعا ما شاء الله عليك، انا اعتقد انه في كل سنه لازم تكون لك مسرحيه. لا والله، نفس خوفي من الدراما وخوفي من المسرح، يعني صار لي كم سنة، يعني خلال السنوات اللي فاتت اشتغلت مدينة الزنوج، يعني لا مو كل سنة. بس زهرة، كلمة انه انا اخاف، احس انها لا، ما تطلع من زهرة، لانه زهرة اقوى بكثير من كلمة الخوف. قبل لا اخاف من الناس، اخاف من نفسي، لان انا اعرف نفسي اذا اشتغلت عمل مو مقتنعة فيه، في ناس اشتغلوا معي ويدرون ابكي في اللوكيشن. ابكي دموع. غير شوفي في البيت، ف أكون أنا مرتاحة وأقدم شيء مرتاحة منه ويعجب الناس أفضل. وخصوصا المسرح، المسرح كل يوم بتطلعين وكل يوم بروفات وكل يوم تقولين كلام مو مقتنعة فيه، وبعدين كل يوم بتعرضين عرض أنت مو مقتنعة فيه، شنو بتكون النفسية؟ أنا أحب أروح أستمتع، يعني تلفزيون، مسرح، تقديم، أحب أروح أستمتع. إذا أنا استمتعت بيوصل للناس صح، إذا قدمت وأنا مستمتعة صدقيني ما حتوصل لهم فعلا. طيب زهرة، يعني بصراحة أنا كان ودي الوقت يكون أكثر بكثير، لأنه الكلام معك لا يمل فعلا، ما هي مجاملة، لكن فعلا، لأنه أحلى ما فيك واللي كنا دائما نعرف عنه أنه زهرة الإنسانة الصريحة اللي ما تخاف من كلمة الحق. بس نبغى نعرف، بس كذا بتعطي للمشاهدين، أكيد هم متشوقين يقولون إيش اللي بتقدموا لنا السنة هذه زهرة في رمضان إن شاء الله.
مثل ما قلت وفي ناس المفروض يعني يحترمون الفنان اللي يقدرهم، كان بإمكاني وأنا نعرض علي تقريبا 3/4 الأعمال اللي معروضة في رمضان وأقدر أجيب بالمنتج وبالعمل وباسم الشخصية إذا أهما يبون إثبات. أنا احترمتهم قبل لا أحترم نفسي، أتمنى يقدرون لي هالشيء، وما قدمت أي عمل إلا القناة السعودية إن شاء الله منا وفينا، وأتمنى أنه يكون قد المستوى. يعني ما بنحط آمال كثيرة عليه، بس إحنا نحاول نقدم بصورة مبسطة بدون ابتذال بدون انفعال زايد بطريقة طبيعية، لدرجة أنه في شخصيات مختلفة ما سوينا كاركترات وما إحنا عاجزين أن إحنا نسوي كاركترات. يعني وانت عارفة الكاركترات يعني انه نغير لهج طبقة الصوت، نسوي لدغة في الحرف، طلعته بشكل عفوي، مبتعدين عن كل هذا. صح كاركترات مختلفة بس مقدمينها بكل بساطة، الفكرة هي البطلة، الموضوع هي البطل، احنا مجرد ناس نتحرك داخل الفكرة. ويمكن هذا الشيء اكيد نتمنى لكم كل التوفيق، وانا متأكدة ان شاء الله يوصل لقلوب المشاهدين. يعني ما شاء الله وش اتكلم زهرة، لكن فعلا اللي نشوفه في التلفزيون من الروح الحلوة هي نفسها زهرة اللي معانا واللي انا الحين قاعدة اشوفها قدامي. لا حرام عليك والله تشوفون نكد، انا نكد بنكد على الشاشة. لا بس كشكل عام حتى في برامجك التلفزيونية الانسانة اللطيفة، وفعلا اللي يقول عن زهرة غير عن كذا احنا نقول لهم لا. طبعا زهرة هي ما شاء الله عليها في جميع حالاتها. حبيبتي شو التصنع اولا، يعني في يوم من الايام منتجة كبيرة جدا اللي هي منتجة زهرة الخليج، أول ما رحنا قالت كلام، قالت أولا بيعيني الفكرة. أنت لازم تعرف شلون تبيع الفكرة، هذه واحدة. قالت التصنع خلال إذا مو 3 ثواني 3 دقائق شنو ما مثلت. إذا أنت في لقاء تلفزيون ممكن تمثل في الدراما، بس إذا أنت في لقاء وتقدم فكرة خلال 3 دقائق بتنكشف. إن شاء الله يا ربي نقدر نوصل الأفكار بطريقة صح، ونقدم نفسنا والإعلام والدراما بالطريقة الصح. قاعدين نحترم عقل المشاهد ونحاول قدر الإمكان، مهما ساعات نفشل مهما ساعات يخوننا التعبير أو يخوننا التصرف، في النهاية صدقونا نكون حريصين نقدم لكم الأفضل. نتمنى لك يا رب كل السعادة، وإن شاء الله نتمنى لك الوقت اللي حتعيشيه هنا بينك وبين أهلك وناسك، نتمنى لك كل التوفيق زهرة. تسلمين، سعيدة بتواجدي معك حبيبة قلبي. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، نشوفكم إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم إدراما. إلى اللقاء.